هذا وقد قالت وزارة الصحة بأن جميع مصابي الحادث الأليم الذي وقع مساء يوم أمس الثلاثاء بسبب انهيار مبنى سكني قديم بمنطقة المنامة والبالغ عددهم 27 مصاب يتلقون الخدمات الصحية اللازمة بعد أن تم تقييم احتياجاتهم الصحية. وقد تم إدخال المرضى بوحدة العناية للحالات الحرجة بالسلمانية ونقل مريضين لوحدة الحروق بمستشفى قوة دفاع البحرين. أشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المتوفين بلغ إلى الآن 4 حالات وثلاثة منهم لقوا حتفهم في الحادث الأليم. وأما الحالة الرابعة كانت لأحد المصابين الذين تم نقلهم من ضمن 27 حالة، وقد وافته المنية في تمام الساعة 4:45 صباحا من فجر اليوم الأربعاء والموافق 10 من أكتوبر 2018 بمجمع السلماني الطبي نتيجة الإصابات البليغة والمتعددة. الجدير بالذكر أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة في موقع الحادث ومستمرة في عملية البحث، حيث انتهت خطة الكوارث التي تم تفعيلها مساء يوم أمس بعد الإعلان عنها في وقت تلقى بلاغ إدارة الدفاع المدني. وأفادت الوزارة بأن مراحل خطة الكوارث والطوارئ ولله الحمد تمت بنجاح بفضل جهود الكوادر العاملة والجهات المعنية بمملكة البحرين.